شو أكتر شي حبيتي بدبي؟ كل شي بدي أضل فيها كتير كتير. مش دي هي تضل فيها؟ حبيتي دبي كتير كتير. شو أكتر شي بس سميلي شي هيك حبيتي كتير علق ببالك متذكرتي بدك تروحي لعند ليان هلأ وتحكي لها ليان هيك شفت وهيك شفت وعجبني هذا المكان وبدنا نروح عليه شي. شفت الفندق أكتر شي عجبني والهدايا اللي أجتني أكتر شي. يا سلام. لا روح أجيب الهدايا روح عند رفيقتي نلعب فيهم. مبروكين الهدايا. الله يبارك فيكي. يعني شو الخطط هلأ؟ شو رح ترتب؟ شو الترتيبات للشام هلأ من بعد هذا الضغط الإعلامي الكبير؟ كيف عم بدك تجربي تحافظي على توازنك كطفلة وبالحياة العادية وتنسقي بين هذا الشيء اللي صار؟ أكيد أول شغلة هلا هاليومين أكيد مبارح واليوم بس أكيد إجباري شوية ضغط حتى هون الأنسة ساعدتنا إنه حتى توقف شوية ضغط الأنسة عالية ساعدتنا توقف الضغط الإعلامي شوي. أنا بحب تعيش طفولتها. لا أنا بالدرجة الأولى تعيش طفولتها ما بدي لأنه هي بالأساس من الأساس من لما من عمر صغير كانت مميزة بس بحب تعيش طفولتها وتلعب وتمارس كل شيء بدها إياه خلص وقتها لإلها أما ما كل شيء يعني دراسة وكذا مهمة جدا تنظم وقتها بس إنه ما بدي كمان إنه الإعلام ياخذها أو يصيبها شيء من الغرور وهي لساتها صغيرة مستحيل يصيبها من الغرور بس لا بدي تعيش طفولتها ومستقبلها ما بعرف هلا الهدف إنه هي تحافظ على تميزها وتحافظ على هذا الشيء هي المهمة هلا صار عندها أصعب أما شو ناويين والله ما بعرف يعني أنا صراحة لسه خبر هيك لساتنا متفاجئين فيه الحمد لله رب العالمين لأنه كان في إحساس شوية إحساس والحمد لله وإن شاء الله هيك أقدر رب العالمين يوقف معنا مثل ما كان سند لأننا من البداية يضل معنا السند أكيد يعني هذا الشيء وأرسم لها هيك خطة إن شاء الله في شيء حدا يدعم موهبتها أكثر وأكثر بإذن الله إن شاء الله.